مشاهدينا الكرام، نحن الآن أمام كنيسة القديس كيفورك للأرمن الأرثوذكس. هذه الكنيسة تعرضت للهجوم من قبل مجموعات إرهابية مسلحة وعاثوا فيها فسادا وخرابا. تابعونا في جولة مصورة داخل الكنيسة. طبعا مشاهدينا تتابعون معنا أثار الدمار والخراب الذي لحق بالكنيسة، وسنتابع الدخول. مشاهدينا الكرام، نحن داخل المبنى الرئيسي للكنيسة، الصالة الرئيسية كما تتابعون. تم استهدافها بقنابل المولوتوف الحارقة وتم حرق الصالة بالكامل كما تتابعون معنا بالصوت والصورة. أثار الدمار والخراب داخل الصالة الرئيسية، حتى الكتاب المقدس لم يسلم من إرهابهم كما تتابعون. مشاهدينا الكرام، مدرسة بيت لحم الخاصة هي ملاصقة بالكنيسة. حتى روضة الأطفال مشاهدينا لم تسلم من إرهابهم. دمار وخراب في كل منطقة يحل فيها الإرهاب. أجراس الكنائس تعانق مآذن المساجد، هي الصورة التي لم ولن يستطيع الإرهابيون على تشويهها مهما فعلوا ومهما عملوا. فإن استطعتم على الحجر فلن تستطيعوا على إرادة البشر. شادي حلوة، التلفزيون العربي السوري، حلب.